خير، واكيد طبعا برحب بكل الساده المشاهدين. واكيد احنا موجودين في الاستاد الفرعي او الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، واللي استضاف اليوم الميران الاول المعسكر الختامي للمنتخب المصري لمباراتي ليبيا. يمكن كان التجمع النهارده بعد يوم الاجازه بعد المباراه الوديه، واتجمع اللاعبين النهارده في فندق الاقامه الساعه 1:30، بعدها تناولوا وجبه الغداء في الساعه الثانيه. ما كانش في اي اجتماع بين مستر كيروش واللاعبين غير انه رحب بيهم بس في اللوبي في الاوتيل، وبعدين اجتمع بالجهاز الفني اجتماع مطول، بعدها اتحرك الجهاز الفني واللاعبين للملعب الفرعي عشان الميران الاول. يمكن وصلوا في حوالي الساعه 5:30، بعدها كان في اجتماع بين الجهاز الفني وبعضه في ارض الملعب كده حوالي 10 دقائق وربع ساعه، اتكلموا فيه مع بعض، وبعدين اتكلم في بدايه الميران الساعه 6 مستر كيروش مع اللاعبين في وسط الملعب عن اهميه طبعا اللقاء القادم امام ليبيا واللقاء الاخر لقاء العودة، واتكلم عن المسؤوليه في المباراتين القادمتين، ورحب بيهم ورحب باللاعبين الجدد احمد فتحي وياسر ابراهيم اللي انضموا للمعسكر اليوم. بدا التمرين ببعض التدريبات الاستشفائيه وتدريبات اللياقه البدنيه، وده حضرها كل اللاعبين. بعدها كان موجود فتوح وياسر ابراهيم في تدريبات منفرده، يمكن خاضها دييجو اجويدو المدرب البدني معاهم، كانوا في تدريبات منفردة. يمكن ياسر إبراهيم لأنه ما كانش موجود في الفترة اللي فاتت في المعسكر، وفتوح برضو اللي كان تعرض لكدمة ومنعته عن المشاركة في مباراة ليبيريا السابقة، لكن أحمد فتحي يمكن عشان كان موجود في المشاركات التدريبية مع فريقه وكان موجود في مباراة ودية، فبالتالي شارك النهاردة مع المنتخب في التدريبات الجماعية بشكل كامل. بعدها خاض الحراس المرمى فترة تدريبية كبيرة مع الكابتن عصام الحضري، ثم بعدها عمل تقسيم كيروش بين اللاعبين في منتصف الملعب. خليني اقول لك كابتن شوبير ان الجديه واضحه بشكل كبير جدا، والتركيز على اللاعبين يعني تبص حتى في وشهم كده واضح التركيز، واضح ان هم مركزين جدا في التدريبات ومركزين جدا على الهدف ان شاء الله والفوز على منتخب ليبيا. اثناء التدريب او التقسيمه كيروش وقف التقسيمه اكتر من مره وبدل القمصان بين بعض اللاعبين، ولكن خليني اقول لك بشكل كامل تالق اللاعبين بشكل كبير جدا في التقسيمه اليوم في الميران. يمكن بعدها كان في كمان النهارده انضم للجهاز المعاون محمود سليم محلل الاداء مع مايكل لوفيتمان، وكان موجود النهارده لاول مره بيحلل اداء اللاعبين، وموجود في المدرجات بيسجل تدريبات اللاعبين وتحركاتهم. كمان يمكن ده طلب مستر كيروش، وخليني كمان اقول لك انه يمكن مستر كيروش كان بيشاهد مباريات عديده جدا الفتره اللي فاتت، يمكن من 6 شهور لجميع اللاعبين عشان يبقى على درايه كامله بشكل كامل على المنتخب. سالنا عن سبب استبعاد شريف وقفشه، ولكن كان كل الردود من الجهاز الفني انه هيتم الاعلان عن كل هذه الاخبار مع المؤتمر الصحفي يوم الاثنين القادم، ولكن كل الكواليس خليني اقول لك كابتن شوبير ان هي وجهه نظر فنيه حسب معطيات المباراه اللي هياخدها المنتخب امام ليبيا. فبالتالي هو كيروش شايف انه اللاعبين ما فيهمش اي مشكله، وبالعكس هو يعتمد عليهم، وحتى كمان اعلن اسمائهم في قائمه الفريق الأولية لقطر للمشاركة في البطولة العربية، واللي هيكون القائمة النهائية هتكون 23 لاعب يوم 19 نوفمبر، لكن هو شايف ان مفيش اي مشكلة بالنسبة للاعبين، وان هم هيكونوا موجودين في الفترة الجاية، وغيرهم من اللاعبين هيدخل ويخرج حسب معطيات المباريات. يمكن كابتن شوبير كمان المؤتمر هيكون يوم الاثنين على الاستاد الرئيسي لملعب برج العرب، والمنتخب هيتمرن يوم الاثنين والثلاث على الاستاد الرئيسي، ويعود مرة اخرى للملعب الفرعي. المحترفين هيوصلوا من بكره ان شاء الله احمد حجازي، ثم بعد كده مرموش وكوكا ومصطفى هيوصلوا يوم الاثنين، النني وصلاح هيوصلوا يوم 5. كابتن شوبير ايضا خليني اقول لك كمان بالنسبه لمنتخب ليبيا، منتخب ليبيا اللي معسكر من يوم 24 في تركيا، مفروض هينهي معسكره المغلق اليوم وهيعمل مسحه، وهيكون موجود في الاسكندريه غدا ان شاء الله، وهينضم له اللاعبين المحترفين بعدها بيومين. كابتن شوبير دي كل اجواءنا وكل كواليسنا فيما يخص معسكر منتخبنا الوطني لمباراتي ليبيا، اللي نتمنى ان شاء الله التوفيق لمنتخبنا الوطني.